سلام الغزالة ديالي، نتمنى تكونوا على خير وبخير. ورجيت لكم بوصفة فريدة من نوعها، بيتزا بلا جينا. البيتزا ديال اليوم غادي نصايبوها بهذا الخبز، هذا راه متوفر في اي مخبزة ولا في اي بنادرية ولا في اي سوبر مارشي غادي تلقاوه. وعندنا لاصوص طوماط. لاصوص طوماط انا راه مصايبها، صايبتها، غادي نحكو مطيشه وغادي نعملو ليها ورق ديال سيدنا موسى، ملحه، شويه ديال البزار، ثومه والزيت البلديه، وغادي نطيبوها. وها هي عندنا واجده. غادي نحتاجو الطون، غنحتاجو الفرماج. انا عندي هنايا ديال كواترو كيشوس، اربعه ديال الانواع ديال الفرماج، خاصو يكون خاص بالبيتزا. والخضره، كل واحد غادي يدير الخضره اللي متوفره عنده في الدار. انا عندي الفلفله حمراء والفلفله خضراء والفلفله صفراء والبصله مشلضه، وعندي الصحتر تقدروا تعملوا فيها حتى الزيتون الكحل. انا صراحه ما عنديش، ما غاديش نعملوا فيها. اذا غادي ناخذوا المطلق وغادي نحاولوا نبسطوا هذا الخبز، هذا غنطلقوه بالمطلق ونعملوه في الطاوله اللي غادي ندخلوا الفران. وفي واحد المقله غادي نعمل شويه ديال الزيت البلديه والملحه، وغادي نضيف هذه الخضره هذه ونخليها تشحر مزيان. المهم ان نبسط الخبز ونطلقوا. الخضيره ديالي ها هي كتوجد، عملت المقله فيها شويه ديال الزيت، وعملت لها ديك البصله والفليفله ديالنا وشويه ديال الملحه، وكنحركها مره مره حتى طيب. والخبز ديالنا ها هو عملته في الطاوه، بسطته بالمطلق كيف ما كتشوفوا، كيتبسط هذا الشكل هذا، غير باش ما كتبقاش عنده ديك اللبابه، باش ملي كنعملوا لا مطيشه وداك الشيء ما كتجيش معجنه. اذا غادي يطيب لينا الخضيره اذا كيف ما كتشوفوا معايا الخضره ديالي صافا هي طابت، طفيت عليها. ودابا غادي نبداو نخدموا هاد البيتزا ديالنا. غادي نستعملوا مطيشه هي الاولانيه، حاولوا نبسطوها هكا مع الحواشي باش مطيشة في كل شيء. من بعد غادي نعملو خطيرة. بالنسبه لهاد البيتزات هادو اللي ما كيعجبوش مثلا الطون وما بغاش يعملهم بالطون، يقدر يديرهم غير هكايا بالخضره والزيتون والفخوماج، يقدر يعملهم بالكفته، تقدروا تعملهم باش ما بغيتو، ليكم داكشي حسب الرغبه وحسب الاختيار ديال كل واحد. غادي نديرو كاي شويه ديال الخضره في الوسط، المهم انا غادي نصايب لكم غير ثلاثه باش تشوفوا كيفاش، واخرين انا غادي نكمل عليهم. من بعد نعملو ليهم الطون كيعطي داك المذاق ديالو، وكيجيو زوينين بزاف. ما غادي تحتاجوا لا تعجنوا، ولكن اللي ما كتستقلوش العجينه ديال البيتزا كلي كتخرج له شويه بحال الا قاصحه، كل واحد كيفاش هذا. دونك هذه الطريقه سهله، ما فيها لا تماره لا حتى شي حاجه. كون كان دابا الزيتون كنا نقدروا نضيفوا الزيتون، مي غادي نعمل بعدا الزعتر ولا السحتر، حنا كنقولو له السحتر. أو غادي نعمل لهم الفرماج هكايا من الفوق بهاد الطريقة. في الفران غادي تعملوهم من التحت، يتحمر لينا داك الخبز من التحت شويه ونطلعوهم للفوق
كيف ما كتشوفوا راه كلشي طايب، ما غاديش نحتاجوا الفران يكون درجه الحراره اللي هي عاليه. نتحمر لينا داك الخبز من التحت، من بعد نطلعوه من الفوق حتى يذوب لينا داك الكيسون ولا الفرماج، كيجيو زوينين بزاف. غادي تجربوهم تشكروني عليهم. يعني بهذا الشكل هكا انا غادي نكمل على ثلاثه الاخرين. كيف ما كتشوفوا معايا انا صايبت داك ثلاثه الاخرين اللي كانوا باقيين، ومازال ليا لاصوص، مازال ليا الكيسو، مازال ليا هنايا الطون، مازال ليا الخضيره. دونك غادي نزيد نصايب كثر. ها انايا زدت الخبز، غادي نبسطو وغادي نزيد نصايب طاو اخر حتى نسالي هاد المكونات اللي عندي كامله. دونك هادشي هذا اللي قلت لكم انا راه كيجي تبارك الله، يعني كيجي الخير. انا عملت فلفله وحده خضراء وفلفله صفراء، فلفله حمراء، وعملت بصيله وحده. هانتوما كتشوفوا شحال خرجات، تخرج لكم حتى لتسعود ولا عشرة ديال 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 الطوست ولا ديال البيتزات. دان انا غادي نعملهم في الفران كيف ما قلت لكم، نسالي هذوك اللي باقي لي نعملهم في الفران ونتلاقاو في الشكل النهائي دي. ورجعت لكم من جديد. الشكل ديال البيتزا ديالنا ها هو يا وجد، طفيت عليه الفران وخرجتهم، عملتهم في الطبسيل ديال التقديم. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالهم كيجي زوين بزاف، وحتى المذاق رائع. الدراري الصغار كيحماقوا عليهم، كيجيو فيهم داك الخضيره وداك الطون. وكما قلت لكم تقدروا تعملوا ليهم حتى الكفته واذا عندكم، وبالناس اللي هما باخ ايطاليان وزعما ما كياكلوا لا طون ولا كفته يقدروا يعملوا فيهم غير الخضره، كيجيو زوين بزاف. لي توست ديالنا كيجيو محمرين من اللور، ها انتما كتشوفوا يعني كيجيو رائع في المنظر، وحتى في المذاق ديالهم كيجي جميل بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم وتعجبكم الوصفه وتردوا عليا في لي كومونتير، ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. ما تنساوش تابونا وديروا جيم للقناه باش تدعموها، حيت يلا فيديو جديده. يلا بسلامه عليكم، ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.